وجاء أخوها محمد بن الحنفية ليسلم عليها دخل الدار وجد نساء بني هاشم جالسات لكن ما وجد زينب وجد امرأة غريبة جالسة في وسط النساء قال لها أمط الله عذرا تستري عني أنا جئت أسلم على أختي زينب تقول لأخي محمد لعلك ما عرفتني أنا أختك زينب أي قلها أنت زينب أنت زينب ليش غيرتش الزمان أهواي بعيوني أحس متغيرة <applause> الحال كثر يم الخدر متروسه شيب رد يا محزونه خبريني الجرى تقل ترى اللي يا محمد ترى ما هو قليل منين ابدي بيا امر متحيره ابدي من وقفتي على التله تري لو من المظلوم شفتة على الثرى لا عن المجلس بقيود بيه شتمة وأمي ويا حيدرة <applause> <applause> <أي> لو أخويا ومن على صدر الشمي قاعد بسقفة يحز بمنحرة <applause> خويا ما قلك يعني كلمة الأخوة اسمح لي بها ما أقولها لك ليش تقول خويا ما قلك وتعذرني أكيد كلمة الخوة علي تحرم ترى ليش تقول لك كلمة الخوة عفتها على النهار من وقع الشاطي سبع القنطرة أنا بدي الاسم ولا تقل الخديه آني مسمية ومعاني مخدرة حسين يا حسين